طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. إن غفرها ومحى السيئات له الحمد ملء الخليل وخزائن البركات له الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات وله الحمد ما تعقبت الأمطار وله الحمد عدد حبات الرمال في الفلوات وعدد ذروات الهواء في الأرض والسماوات عدد الفرقات والسكنات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان أفصح الناس بيانا على آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم أيها الإخوة الكرام في أولى حلقاتنا من شرح كتاب التمييز من تقصد النحو العربي الذي أقوم بإذن الله تعالى بشرحه على هذه الأكاديمية الطيبة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يوفقها لتسير على هذا المنزل القوي. معكم بلال نصر الدين معلم العربية، أعمل في وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية. حصلت على عدة دورات، منها ما يتعلق بالعلوم الشرعية ومنها ما يتعلق بعلوم الحاسب الآلي ومنها ما يتعلق باللغات المتعددة كاللغة الإنجليزية وعدة لغات أخرى. قبل البدء في شرح هذا الكتاب، أثرت أن أخصص هذه المحاضرة للحديث عن أهمية اللغة العربية، والأصل الأصيل من أصول اللغة العربية هو علم النحو، وأرجو أن يكون الموجودون هنا متابعين، لأنه سوف يوجه إلى حضراتكم بعض الأسئلة. نقول أن المقصود بعلم النحو هو القصد أو المثل، وسمي العلم بهذا لقصد المتكلم أن يتكلم مثل العرب، كما سمي هذا العلم بعلم الإعراب. وتحدثنا عن عدة روايات ذكرنا فيها كيف نشأ علم النحو، ومن هذه الروايات استنبطنا شيئا هام، وهو أن أول من وضع هذا العلم هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فهو من اقترح ورسم المنهج، وأبو الأسود هو الذي نفذ وطور، ثم جاء من بعده من طور وأضاف، وهكذا كنا تنشأ العلوم. وذكرنا فضل هذا العلم وهو علم العربية، علم النحو. ذكرنا فضل هذا العلم من كتاب الله عز وجل، واستعرضنا بضع آيات تبين فضل اللغة العربية، منها ما قال الله عز وجل بلسان عربي مبين، و قال عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وفي إنزال العربية وفي إنزال القرآن عربيا، هذا من سياق التمدح والثناء على الكتاب بأنه مبين لم يتضمن لبس، عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. رجاء الأسئلة حتى
ننتهي من سرد هذه المحاضرة. الأسئلة ترجأ إلى آخر المحاضرة. كما ذكرنا فهناك روايات كثيرة عن وضع علم النحو، منها ما هو غير مسند ومنها ما هو مسند، وهناك عدة علماء لهم الفضل في وضع هذا العلم، ولكن أثبتت الأسانيد أن واضع النحو الأول هو علي بن أبي طالب كما ذكرنا، والذي نفذ وطور هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي. نستكمل مع حضراتكم. فكما قلنا بأن علم النحو وعلم العربية قد كرم بنزول القرآن به، وإذا تأملنا قال الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا نظرنا إلى اللحن في القراءة أي الخطأ فهذا يعتبر باطل، والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت. فيجب أن ينتفي عن الكتاب هذا الباطل، ويستلزم ذلك وجوب صناعة الإعراب، أي يجب على القارئ للقرآن أن يعرف إعراب كلمات الله عز وجل. فالخطأ في تشكيل حرف واحد من كتاب الله يغير المعنى تماما. لدينا أمثلة قديمة وحديثة، فنحن الآن نرى في هذا العصر في هذه العصور هناك من يقرأ القرآن فيضم المنصوب وينصب المفتوح ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذه الروايات التي تدل على وجوب معرفة الإعراب لكي نقرأ القرآن قراءة صحيحة ما روي أن أعرابي قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقصر اللام في قوله ورسوله، فقال الأعرابي وإن يكن الله تعالى بريء من رسوله فأنا أبرأ منه. فإذا استرجعنا الآية يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي أن الله يبرأ من المشركين ويبرأ أيضا من رسوله، كل هذا بسبب الخطأ في حرف واحد وهو حرف اللام. فعندما سمع قراءته عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووبخه على ما فعل وقال له من أين لك بهذه القراءة، وقال له الرجل إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن، فسألت من يقرأني فأقرأني هذه الصورة وهي صورة قراءة التوبة، فقال أن الله بريء من المشركين ورسوله على خطئها. فقلت أو قد برئ الله من رسوله، إن يكن الله قد برأ من رسوله فأنا أبرأ منه كذلك. فقال له عمر ليس هكذا يا أعرابي، ليس هكذا تقرأ الآية. فقال كيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقرأها عمر بن الخطاب قراءة صحيحة فقال أن الله بريء من المشركين ورسوله بضم اللام. فأمر عمر بن الخطاب ألا يقرأ القرآن إلا من هو عالم باللغة. فالعجب العجب ممن ينكر فضل هذا العلم، ومما يستهين بوجوده، أو يستخف بمن يتحدث به، أو يجعله كما مهمل. بل نرى هذه الأيام من يستحدث لغات شتى ليس لها قواعد وليس لها قوانين،
لغات كتب عليها الاندثار، وهذا العلم لا ينكر وجوده إلا كل جاحد، إلا كل جاهل، ولكن لا جرم أن نرى هؤلاء، فهم معذورون. فإن القائل يقول: يا نفس فاستيقني علما ومعرفة بأن من جهل الأشياء يعاديها فعلا. قالوا في الأمثال والحكم: أنت عدو لما تجهل. فعندما لا تعرف القواعد والقوانين لهذه اللغة فأنت تجهلها وتتحدث بغيرها. وكذلك فإن علماء تفسير القرآن اشترطوا في من يتصدى لهذا العلم أن يكون عالما باللغة العربية وبكل فنونها، وأول هذه العلوم هو علم فن النحو. ويرتبط هذا العلم أيضا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنتم تعلمون أيها الأحبة أن الحديث النبوي هو المصدر الثاني للتشريع، ومعرفة أسراره ومعانيه والمراد منه يتوقف على معرفة اللغة العربية. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: جوزوا القرآن، قال ابن مسعود: جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه فإنه عربي والله يحب أن يعرب. ورد هذا الكلام في تفسير القرطبي وفي كتاب إيضاح الوقف والابتداء. وقد ورد الكثير من الأحاديث والآثار التي تدل على فضل العربية خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بها بعض الضعف، لكن في المجمل كلها تتحدث عن أهمية هذه اللغة وأهمية هذا العلم الذي هو أصل أصيل في هذه اللغة. فيجب علينا جميعا أن نقوم اللسان ونحيده عن الذلل. فقد قال الكسائي: إنما النحو قياس يتبع، وبه كل أمر ينتفع. فإذا ما أبصر النحو الفتى مر في المنطق مرا واتسع، فاتقاه كل من جالسه من جليس ناطق أو مستمع، فتراه ينصب الرفع وما كان من خفض ومن نصب رفع، يقرأ القرآن لا يعرف ما صرف الإعراب فيه أو صنع، والذي يعرفه يقرأه، فإذا ما شك في حرف رجع ناظرا فيه وفي إعرابه، فإذا ما عرف اللحن صنع. فهذه اللغة هي لغة الدين ولغة كتاب، والمحافظة عليها نؤجر بها إذا قصدت بها خدمة دين الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه فحفظت اللغة، ولذلك نجد بين الحين والحين من يهاجم اللغة العربية أو يحاول طمسها أو استخدام لغة بديلة، لكن تصدى لهم الكثير ممن أراد الله عز وجل أن يجعل على أيديهم الخير. كل هذا من شأنه أن نتعرف عن فضل هذه اللغة وفضل هذا العلم. فهذا العلم ليس كغيره من العلوم، فهو كما ذكرنا مرتبط بالدين. فيجب علينا جميعا أن نتعلم وأن نسعى في الحصول على هذا العلم، وأن نعلمه لغيرنا وأن نمارسه في حياتنا. ها وقد استعرضنا مع حضراتكم فضل هذا العلم في عدة نقاط سريعة بدون أن نزيد ونزيد، فإذا تحدثنا عن فضله سوف نحتاج إلى أوقات وساعات طويلة. فقد اختصرنا بعض من فضل هذا العلم وسردناه على حضراتكم،
ونقف عند هذا الحد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.